بالخير وعلى سلامتكم من جديد في قناة طاجين زمان، ومرحبا بكم اليوم بمناسبة رمضان اللي راح يقرب وراح أو جاي إن شاء الله، ويدخلوا علينا إن شاء الله بالهنا وبالصحة وبتبقية الستر، وربي يقدرنا إن شاء الله على صيامه وعلى قراءة القرآن وعلى العبادة وعلى قيامه. ورمضان هو ماشي غير تاع الماكلة برك، ديروا صار يعني جدول في الوقت نتاعكم، طيبوا وديروا الذكر ونقراو القرآن اللي يعاونوا ربي إن شاء الله يختم، يقدر يختم حتى خطرة وخطرتين وثلاث خطرات، لما لا. وبمناسبة إن شاء الله ربي يدخلك، قلت لكم علينا بالهنا إن شاء الله، وربي المريض المرضى إن شاء الله ربي يشفيهم، واللي ماتوا ربي يرحمهم. وبمن هذه المناسبة راني المتتبعة نتاعي الوفية نيسو هادي دي زاد راكي قلتي لي ادعي لي لولدي، ان شاء الله بنتي ربي يجعل له الشفاء ويقومه بالسلامة ان شاء الله، وربي يحفظه ويجعله له ان شاء الله ضر خفيف. واليوم راح نقدم لكم الطريقة اللي طلبوها مني تاع طاجين الحلو، هو صار يعني من العباد بكل يعرفوا يديروه. بسم الله نبداو ونصليو على الرسول الصلاة عليه والسلام. هيا بسم الله نزيدو نقولو بسم الله. لهذا الطبق لازمنا بطبيعة الحال المواد الأساسية اللي هي العين، اللي يحب يدير هنا المشماش يدير اليابس، الزبيب بوغ لو ديكور، السكر، الزبدة التقلية، عود قرفة، بصيلة مخرقة بشوية بعويدات قرنفل، طيف الحم، فلفل الكحل حب، ملح، زعفران ريش ولا اللي عنده تاع الغبرة يدير، ولا ما عندوش يدير الكولوغا، وحبيبات لوز هنا حمصتهم بشوية زبدة، وعسل وماء للتمريق، والورد المقطر سامحوني هذا مكان. هيا بسم الله، هيا بسم الله نبداو. بسم الله بسم الله. واللي عنده الفلفل الكحل الابيض يدير الفلفل الكحل الابيض اون بودر. بسم الله. هاو الملح، طريف تاع اللحم، والزوز وقدام، بسم الله. هم بقتنا العافية، ودوكا نحطوها نحطو لها شوية ورد، ما نحطوش الماء باش ما يتحرقش هذاك ل ونقليوها ونبقاو نعسو فيها باش ما يتحرقش هذاك ل البصل الواحد. هاي حطيت شوية شعرة تاع زعفران تعطنت في الماء ورد، ودركا نحطها في الببوطة. بسم الله بسم الله. نزيدو نصبو عليه الورد، اختي حنا طيبنا غير بالورد. فوالا بسم الله. قال لك اللي شق عليه نسيبته يطرحها يعطيها طريحة. عادكم تضربوا ونسيبتكم تاع الصح. بوسوها على راسها اللي مدتلكم ودتلكم بنتها العزيزة الغالية.
دركا من بعد ما صفيت ندير زوج كيلات مرقة اللي هي الكيلة الأولى هنا، وهذه بسم الله الثانية. وكيلة سكر بسم الله. ودركا هذه هي العقدة صحتي يا الله، هاك ما خليت حاجة. هاي هاي يما نردها على العافية. نحركو شوية حتى يدوب السكر باش ما يتحرقش، ونخليوه من بعد نولي ليكم. دوكا نحيو عوغنا بسم الله، نحيو الطريف هذا تاع اللحم تاع التمسخير باسكو حنا نقولكم ما ناكلوش اللحم الحلو، وكاينين اللي يعدو يديروه بالسيرو برك بالشربات، ما يديروا لا لحم لا والو. ونرمي بالساع البرقوق كما يقولوا ولا المشماش ولا لي زابريكو سيك، عم طريين ما فورتهم ما والو. ها سي با لا بين كي يعدو طريين، سي با لا بين تفورهم باسكو من بعد يوليو يطلقوا يتحلوا. بسم الله يهز شويه برك الغليه ولا ونوليو نرميو الحوايج الاخرين. ودركا نرميو شويه تاع الزبيب. بسم الله انا اختي الاولاد يشتيو الزبيب، انا على هادي رميت الزبيب يعودوا يلقطوا فيه كي الزبابش هيا بسم الله. هاي بعد ما غليت، وكي تعرفوها باللي غليت صار يعني وصلت الوقت باش نزيدو نطفيو عليها ولا نرميو العينه، يدير الكشكوشه هادي حبي يقول هي بدات تعقد. بسم الله. ودركا بسم الله الرحمن الرحيم نرميو العين. شوفوا انا تاعنا بما انها الله يبارك طريه، ها ما فورها من النخاخه، خاطر لو كنت تفورها وهي تعود طريه هكذا ولا ترنخوها اي تتحرحر، دونك ارميوها هكت وما كي ترميو العين ما تبقاوش تحركوا بالمغرف، هزوا برك باش ما تطلقش الكحوله. بسم الله. وراه جا الله يبارك حوحو شكر روحو، راه جا باهي ومتعوف كي وجوهكم الغاليين، ها كي وجوهكم العزاز المنورين اللي نورتوني. رميو بالحبة ما تشوف تصبو هكذا باش ما يجيش لاصق في بعضه وما يجيش ملبز. إيه داك تقولوا هاد المشركة هادي قاعدة تتمشرك علينا ويا طليتك عليها والله العظيم وراسكم العزاز غير سيمانات شيوخ، ما قاعدة نزيد ما قاعدة نقص، هادي هي حالتي هرورو هاي يا مال عزيزة نزيد نرمي الحبيبة تاع اللوز. نهزو نخدخدوه هاكد هايا ما نخليوه هدوك يهز شوية برك غالية ونطفيو عليه، نخليوه هاكد خليوه هاكدا مفلقة ما تغطيش لا فابور ما توليش عليه ما يقراش كون يقعد. هاي دركا نطلو عليه، ها هاي الله يبارك هاي طابت
هاي لاصوص ما جات كحله، العين ما طلقت، وباش تعرفوا باللي العين طابت كي تتنفخ هكت. حب يقول اي طابت، ما تكون تزيدوا تخليوا عليها اكثر راهي تتحرحر وتجيكم محلوله، تعود بوغي ما تعودش طاجين العين. ونزيدوا لها بسم الله مغيرفة تاع العسل. اي بونجور لي كالوري، اي بونجور لو ديابيت، اي بونجور لو سكر. بسم الله هذا كنديروا لها هكا. هاي الله يبارك ما العزيزة يا يعني ندور عليها يا طلعتك يا فيفي. هذه بريتي في الجزائر ما تاكلش شبح صغار، شتي العين هذه. هادوك تهز برك الغالية ونطفي. والآن يا أحبائي العزاز عليا، هاني نقدم لكم طبق واجد اللي هو طاجين الحلو ولا طاجين العين. أنا راني درت أن كوكتيل عين ومشماش مع زبيب بطبيعة الحال، وبالدم ما قدمته لكم قبل رمضان باش نعطيكم الفكرة باش تجيو نتوما تاني. لا راه الشهر رمضان ان شاء الله ربي يدخلوا عليكم وعلينا بالهنا والصحه، ويقدرنا على صيامه وعلى قيامه، ونزيد نعاود لكم وتبقي تستر. واللي مريض ربي يشفيه، واللي مات ربي يرحمه، وربي يجيب لنا ان شاء الله ساعه الخير. وهاني قدمت لكم الطبق هذا، نزيد نعاود بالورود بلي بيتال دو روز والمبخة والبخور تاع الحج. ربي يكتب لكم ان شاء الله عمره في رمضان هذه، اللي طالب شي حاجه ربي يكتبها له. وبقاو على خير ومع السلامه. وما تنساوش من فضلكم كيما انايا قاعده ندير في المجهود وقاعده نقدم لكم في الاطباق، طلب منكم تشجعوني ودعموني باش هكذا نزيد نعنع ونزيد نقوى. Et je ne suis pas jeune, hein. Je le fais avec amour et effort. Hayama assalama.